بما انه سيادتك مخرج العرض ومؤلف النص صح كده؟ مش مؤلف النص. لا محمد مؤلف عادل. النص محمد عادل مؤلف النص. حلو خالص. انا عايز اسال على المسرحيه دي نوعها ايه؟ يعني انا بحضر، انا كمان ما بعرفش مسرح ما فهمش فيه، لكن انا ساعات كتير اسمع يقول لك المسرحيه دي نوعها كذا، دي بتنتمي للمدرسه الفلانيه، دي مدرسه علانيه الى اخره. المسرحيه دي مدرسه ايه ولا نوعها ايه؟ اشرح لنا بشيء من التبسيط، احنا غلابه. حاضر حاضر. مبدئيا كده المسرحيه فانتازيا واقعيه، فانتازيا واقعيه. ألا بمعنى ايه؟ ان انا جايب اسوأ حاله من حالات ذوي الهمم. ولد اتولد عنده إعاقة ذهنية وجسدية، ما بيقولش في حياته غير جملة واحدة بس، هي جملة هنروح فين يا بابا. هي الجملة دي اللي بيقولها طول حياته من أول ما نطق، هو ابتدى ينطق وهو عنده 10 سنين، فما بيقولش غير هنروح فين يا بابا. هنروح فين يا بابا دي معناها معناها غير نطقها. يعني هو بيقول هنروح فين يا بابا، أنا عطشان، بيقولها بأداء أنا عطشان، بس هو بينطق على لسانه هنروح فين يا بابا. اللي انا عايز اوصله من ده كله من العرض ان احنا لازم نحس بالناس دي، ولازم نفهم اكتر ما نسمع، يعني نحس بيهم ونفهمهم. وبعيدا عن ده عايز اوصل معلومه ان الكلام عادي، ما انا ممكن اقول انا فرحان دلوقتي وانا متضايق، بس اللي ورا الكلام حاجه تانية، اللي بين السطور حاجه تانية خالص. فانا كنت الولد عنده عجز ذهنيه وجسديه زي ما قلنا، بيكبر بنشوف تعامل الأب والأم معاه والمجتمع، يعني المجتمع بيتعامل مع الولد إزاي، كله شايفه أنه هو مش بني آدم. الأب شايفه آلة عمال يكرر الكلمة أو الجملة، يقول هنروح فين يا بابا، هنروح فين يا بابا، هنروح فين يا بابا. فبيقول له غير يا ابني الجملة، عامل لك إيه؟ طيب بيجيب له مدرس، فبيجيب له دكتور، فبيجيب له كاهن، الثلاثة ما بيعرفيش يعملوا معاه حاجة، لأن هو الولد عايز اللي يفهمه مش يسمعوا. فاخر العرض طبعا الاب بيوصل ان هو بيبتدي يفهم الولد. طبعا مش عايز احرق مصاري، هتاخد انطباعاتي باي محمل سلبي، لانه اللي انت بتقوله ده تعالى استلهاما بقى من حاجات الجمل البريختيه اللي هو من اي بوابه من بوابات الجحيم خرجته بالفكره دي. لا هو هي جمله واحده، فيبقى ادائها الكلامي دايما يعبر عن عاطفه او شعور ما، دي حاجه في منتهى العبقريه. اللي مثل دور الولد موجود معانا؟ لا، احمد عباس عنده تصوير في لبنان، انطلق خلاص. عدى قال لي بقى انا رايح.